بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للطوب كيفاش كيتطوى؟ عندنا حنا مترو 50 هي العرض ديالو، وعندنا 3 متر هي الطول اللي كنشريو فيه، ولا 3 متر ونص ولا 2 متر ونص على حسب الاستعمال. مثلا انا هذا السيد كيلبس مترو 40 اولا مترو 36، كنزيدو عليها 10 ديال العطفة هي مترو 46 مضروبة في 2 هي تقريبا 3 متر. شديت الثوب طويتو على جوج بحال ما هكدا، يعني ديك المتر ونص طويتها على جوج بحال ما هكدا، دونك بقات عندي 75 هنا و 3 متر في الطول. عاود شديت هذيك 3 متر طويتها على جوج وانا نخدم، هذه هي الطويه على 4. ومنين خدمنا قطعنا العنق ديالنا، طيحنا الكتاف ديالنا، درنا العرض ديال الكمام، وجينا هزينا هذا ديال الخلف، هزينا الامام وقديناه بهذا الشكل هذا. ملي كتسحل كتعطينا هذا الشكل، ها الامام وها الخلف ديال التبعي، ولو عندي هكا. ايوا نتمنى تكون واضحه والسلام عليكم. بالنسبه للفتحه، من الاحسن الرجال ارتفاع الحزام ديالهم تيكون فيه 44 46 48، يعني اغلبيه تتكون في المعدل ديال 42 44. غادي ندير نقطه ديال 44 ونقدر نشق هذه الا بغيت ندير ليه العقاد هابطين حتى لخط الحزام. بالنسبة إلى بغيت نكبرهم، ولكن غالبية الرجال كيديروا الطول ديال الفتحة. دابا هذيك 40 ولا 42 غتحسبوها من هنا، وغالبية القناضر تتكون فيهم هي 36، حيت تيكونوا غير صغيورين وراه الراس كيدخل. اللي بغيت ننصح بها أنا البنات هو أنه ملي كنشدو هاد الأمام دائما الخلف عند الرجال كنخليوه غالب بجوج سنتيم في الفصال، دائما خاصو يكون الخلف غالب على الامام بجوج سنتيم هكذا. خاصني نطلعو كي غندير لها باش نرسمها لكم تبان لكم اشنو اللي غندير. رسمنا الخلف عادي، يعني ها هو الثوب ديال الخلف، رسمناه بحال الامام، درنا هكذا. المهم هاد المسائل هادي راه دوزناها قبل ما كنقطع. الطول حنا عندنا 136 وزنا عليها 10 هي 146، دونك هذه خدمناها، هذه لاباس. قبل ما كنقطع كندير ديكالاج ديال الظهر بجوج سنتيم هكا، كل الظهر كنزيد عليه جوج سنتيم، يعني التقويره كنحولها بجوج، الكتف تنحولو بجوج، والراس ديالكم تنحولو بجوج. هاد العمليه كتساعد هذيك القندوره ولا الجلابه ولا قميص الرجال ولا الفيستات الرجال، مونطو اي حاجه خاص دير فيها هذيك الجوج عند الرجال باش ما تهربش ليه القميجه اللور. هاد العمليه ضروري. دونك ملي كنخدموا الامام غادي نديروا لكم بالخضر، الامام كيتفصل هو هكا، هذا الامام، والخلف هو هادشي اللي تزاد بالكحل. دونك الامام كنقطعوه من هنا، يعني حنا فاش كنفصلو كنقطعو الكحل هو الاول، عاد كنعزلو ديال الامام ونقصو منو هاد الجوج ونخدمو هاد القديمة ديالنا. تموضع الجيب لانه تطرح عليا حتى في الجلابة، قلت لكم ارتفاع الحزام ديال الرجال من الامام هنا غنحسبو مثلا 48 هي اللي كتكون معدل 44 46 48 عند الرجال. حنا قلنا هاد السيد عندو 48، غنسطر خط الحزام تحت منه في الخياطه كنتمجي هاك حتى لعند خط الحزام، وتنحبس تنتقى في الخياطه ديالي، كنقز 16 سنتيم فتحه ما نخيطهاش، ونعاود نخيط هنا. الا كانت الافتتاحه راه نخليو ليها 12 ولا 14 حتى 16 هي اللي كتكون عند الرجال من طبيعه الحال، من غير 10 سنتيم ديال العطفه، يعني العطفه بوحدها عاد نخلي 12 ديال 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 الفتحه. في الخياطه كنخيطو كنفينيو الافتتاحه ديال الجيب،
الجيب ديالنا كنديرو فيه تقريبا 18 حتى على 36. هاد 36 تختلف من شخص الى اخر حسب استعمال الجيب. نشرحها لكم. عندنا 16 هي الفتحة ديال الجيب، دونك الفتحة غادي تمشي فيها هكا. منين ندير الفتحة غادي تكون الجيب كنحطوه هكا، دونك 16 مشات مع الفتحة، كتبقى 20 او لا 16 اخرى او لا 26 حسب الغرق اللي كنستعملو به هذاك الجيب. وهذا الشيء بلا ما تكثروا فيه، خذوه كقاعدة 18 على 36 حتى من بعد، ونعاودوا نشرحوا ان شاء الله.